سلامة. هي سمعتي عن حملة هيئة الصحة بالتبرع بالدم؟ وليش ما تبرعتي لنا الحين؟ ها؟ تدرين؟ أنا توني تبرعت. كافة المنشآت والتجهيزات التبرع بالدم عندنا تتميز بأعلى المعايير. منظمة الصحة العالمية اختارت بلادنا من أفضل 5 دول عالمية في هذا المجال. الإمارات هي واحدة من بين 60 دولة بس في العالم التبرع فيها طوعي 100%. واو. حملة تكون الأول يا سلامة مو بالريايل بروحهم. إحنا بعد قادرين نتبرع بالدم. حسب العلماء حجم الدم بالجسم يوازي تقريبا 9% من الوزن. ها؟ يعني اذا وزنك يا سلامة 50 كيلو عندك تقريبا 4.5 لتر من الدم. 40% من دمك هو كريات حمراء مقابل 45% للريايل. المرأة قادرة تتبرع بدمها 4 مرات في السنة، يعني مرات كل 3 شهور. كل وحدة دم ممكن تساعد 3 إلى 4 مرات. في وايد نساء بحاجة للدم، خاصة في حالات النزيف المصاحبة للولادة. في الختام يا سلامة خلينا نشكر أنا وياك الناس اللي استجابوا للحملة وتبرعوا بالدم في حملة كن الأول وساهم بإنقاذ حياة المرضى، وعساكم دوم بصحة وسعادة. Donate now. Be the one.